السلام عليكم يا طلاب الأول متوسط. طبعا المحاضرة الخامسة، الدرس الخامس، اليونت الأول، تختصنا باستخدام الادفيربس، الظروف اللي هي الظروف الخاصة بزمن المضارع البسيط. طبعا عندنا الظروف الخاصة بزمن المضارع البسيط اللي هم ذاكر لك إياهم هنا، اللي هي عندك always, usually, often, sometime, never. طبعا منطيك الأشكال هذه الأشكال اللي منطيك إياها يريد يوضح لك أنه always يقصد بها دائما، always دائما. خليني نكتبها بخط شوية أوضح. always دائما عندك ال usually غالبا، often أيضا غالبا لكن تكون أقل من ال أو عادة، وعندنا sometime بعض الأحيان، وعندنا never أبدا. هذه المعاني مالتها مطيك إياها بالرسمة. إذا تجي لها سلة الرسم، الرسم تقريبا موضحة هو بشكل واضح أنه فيما يخص الرسمة مالتنا، عندنا أول رسمة دائما، شوف تلاحظ أنه المربع هنا ذاكر لك إياه بشكل كامل مملي، باوع غالبا شوف فقط واحدة عندك هنا كبها ظلال ظلل لك إياه، أنه أغلب الأحيان شوفها هالشكل هذا، عادة يعني نوعا ما، بعض الأحيان شوف قليلة هذا بالأخضر، بينما أبدا ماكو. هذه ويا من تستخدم؟ هذه الاستخدامات تكون ويا زمن المضارع البسيط. الأماكن مالتها أنه زمن المضارع البسيط، الأماكن مالتها وين تكون؟ فيما يخص الأماكن مالتها أغلب الأحيان تكون قبل الفعل الرئيسي. يعني وين؟ هسه لما تجي لهذا التمرين بهذا التمرين إيش منطيك؟ منطيك ماي فادر الفاعل بعد مباشرة الظرف. يعني وين خلاه؟ قبل الفعل الرئيسي اللي هو هاز. يعني صارت ماي فادر والدي always دائما has a rest after lunch. واضحة تقريبا. بينما بالجملة الثانية، يعني والدي عادة يأخذ استراحة بعد العشاء أو الغداء. I usually أنا دائما أو عادة غالبا do باوع قبل الفعل الرئيسي. My homework after lunch أنا غالبا أعمل الواجب البيتي مالي بعد العشاء أو عفوا بعد الغداء. I never have باوع I never have قبل الفعل الرئيسي أنا لم take or a rest in the afternoon. I never have a rest in the afternoon أنا أبدا لم أخذ استراحة بعد الظهيرة. زين I often معناها شنو؟ often معناها عادة. I often watch television for an hour أنا بعض الأحيان أو عادة أشاهد التلفاز for an hour لساعة واحدة. Then بعد ذلك then my brother and I sometime باوع هنا شو استخدم؟ sometime بعض الأحيان play game باوع فاعل وراء الظرف بعد الفعل المساعد أو عفوا الفعل الرئيسي. Then of course Friday are different we are أكو ملاحظة، إذا أجتنا أفعال مساعدة مثلا هسه آر فعل مساعد، إذا أجتنا الأفعال المساعدة بهاي الحالة معناها الظروف تكون بعد الأفعال المساعدة. We are never at home. We usually باع استخدم الـ usually قبل الفعل الرئيسي اللي هو الفعل الرئيسي الـ go.
We always, نحن دائما go to our grandparents' house after. يعني هنا الظروف تأتي قبل الفعل الرئيسي وبعد الفعل المساعد. هاي مهم، أهم قاعدة طبعا موجودة حاليا بهذا الموضوع. عندنا هنا مجموعة أفعال راح نحاول نشرحها ونشرح زمن المضارع البسيط لأنه الارتباط وثيق بهذه الظروف. طبعا هنا الظروف اللي ذاكرها always قلنا usually, often, sometime, never. خلوا نروح نشوف زمن المضارع البسيط والاستخدام ماله شلون حيكون. هنا زمن المضارع البسيط اللي هو يسمونه present symbol. present symbol هو اللي تجي ويا هذه الأزمنة أو هذه عفوا الظروف. زمن المضارع البسيط، زمن المضارع البسيط شنو الجمل الخاصة به أو الستركشرات التراكيب أو القواعد الخاصة به؟ القواعد مالته في حالة الإثبات فاعل، بعد الفاعل يجينا فعل، بعد الفعل تكمله. هذا القانون الأول. أكو ملاحظة، الفاعل إذا يجينا على شكل هي أو شي أو إت، بهاي الحالة راح نخلي هنا حرف الأس. إذا يجينا الفاعل they, we, you, I، لازم هنا تكون خالية من الأكس، خالية من الأس، يعني تخلي على الأس أكس هنا في سبيل توضح. زين، في حالة النفي فاعل، بعد الفاعل يجينا يا أما do not أو does not زائدا فعل مجرد يعني خالي من أي إضافة زائدا تكملة. هذا القانون مالته نفس الترتيبة، إنه هذه ويا من ويا المفرد أوي الجمع، وعندك ال does not ويا من ويا المفرد اللي هي ال he والshe والit. هذه واضحة. بحالة السؤال شلون حيكون الجواب مالنا do وال does بالبداية زائدا الفاعل، بعد الفاعل يجينا الفعل المجرد بعده التكملة وعلامة استفهام بالنهاية هالشكل. هذا نفس الحالة هذه ويا الجمع، يعني هنا ويا they والwe والyou والI، وعندك does ويا المفرد اللي هي الhe والshe والit. هذه هيك بشكل واضح، أتصور ما بيها فد مشكلة. زين، في حالة الامتحان حيكون السؤال بهالشكل هذا، مثلا he play tennis، أقول لك سوي ليها present symbol، أنت شو راح يكون الجواب مالك؟ يقول بما أنه ال he مفرد، وأنا قايل لك بالقانون هنا أنه الهي يكون الترتيب مالها شون لازم تاخذ حرف الاس، يعني بهاي الحالة هي تنزل البلاي تنزل ونضيف حرف الاس من يمن هنا، يعني هنا فقط هذا الاختلاف اللي حيكون، فقط حرف الاس هنا تضيف وبعدها تكمل التنس تنزل كما هي انتهت. في حال النفي مثلا ينطينا سؤال شي باوع study hard، سوي لياها negative. طيب هنا تعرفها موضوع زمن المضارع البسيط من خلال انه منطينا فاعل مفرد والفعل يحتوي على الاس، بهاي الحالة لازم تعيد الفعل للاصل ماله، يعني تشيل الاس وتسوي نفي. يعني شلون يكون الجواب مالنا؟ الشي تنزل، الشي تاخذ does
not نفي. الستدي الستدي هنا لما تنزل الستدي شو راح تسوي؟ راح ترجعها لأصلها، أصلها الستدي بهالشكل هذا، والهارد تنزل. هيك صيغت السؤال. طيب مثال آخر في حالة السؤال، مثلا they write the lesson، سوي لي اياها question. نفس الوضعية هنا، الترتيب مالتك حيكون أول ما تشوف أنه الفاعل منطقي يا ذي جمع لازم تختار لها الدو، دو تنزل، الذي تنزلها وراها، والرايت تنزل كما هي، كل شيء ما تغير بيها، الذي تنزل كما هي، واللسن تنزل، وعلامة استفهام بالنهاية. هالشكل هذا طبعا بشكل مختصر، أنه يعتبر من المواضيع السهلة جدا. زين، هذا فيما يخص هذا الموضوع. شباب بالنسبة لي كتاب النشاط الأول المتوسط اليونت الأول الدرس الخامس، عندنا من التمارين المهمة اللي هو التمرين الثالث Complete the sentences with an adverb and verb in the brackets، اكمل هذا التمرين باستخدام فعل مساعد أو باستخدام أحد الظروف. هنا بالإمكان أنه تستخدم طريقة معينة في حالة الإجابة على هذا السؤال. عندك إذا تذكرون اللي منطقكم إياها هنا، هذه اللي ممتلئة فقط اثنين، اللي هي يستخدم وياها الظرف sometimes، باوع my mother والدتي eat تأكل sometimes، لازم شنو هنا my mother sometimes eats، لأن قلنا إحنا المضارع في حال المفرد لازم نضيف s، dates after dinner هذه واضحة. زين هنا منطقيها الأغلبية، شوفها إذا تذكرون المربع اللي منطقيها الأغلبية اللي هو استخدام always، she always have a rice for lunch، هي غالبا تتناول الرز for lunch للغداء. عندكم هنا إذا ترجع لي للظرف اللي مستخدمه هنا usually، شوف اللي هو هذه الظروف اللي إحنا جاي نشير لها usually غالبا بوع كلهن تقريبا مظللات باللون الأخضر الداكن ما عدا واحد، هذه يسمونها غالبا أغلب الأحيان. شوف يعني هنا لازم تستخدم الظرف usually، I usually go to the park on a Friday. يعني الإجابات شلون حتكون هنا؟ هسه هنا الأولى she always هي دائما have، خلي شوي نوضح بشكل أوضح، she always have والتكملة I، قلنا حسب الجدول هذه وحسب هذا المخطط I usually go to the park on a Friday. He لازم شو تستخدم هنا؟ He is، لأنه البي قصد بيها استخدام الفعل is، يكون he is always he is always late for class. هذا المخطط المن تابع إذا ترجع لهنا اللي هو often غالبا، باوع often غالبا أو عادة، he often listen to the music. زين هذا never، he never sleep، وعندك آخر واحد هنا يا مربع usually عادة، هذا المخطط he we are، لازم we are usually
we are usually in the library after class. We are usually in the library after class. هذا التمرين بهالشكل يكون. عندك التمرين اللي بعده يبدك أنت تكتب جمل وهذا الجمل تدخل عليها الظروف. أي جمل أنت تقدر يعني تكونها. مثلاً I am usually late. على سبيل المثال يعني she she often drink tea. They sometime write مثلا listen. We are never late. We are never أو أكو مثال آخر هنا نحن ما مستخدمينه. We are always we are always drive car. She is never drink tea. يعني بهالشكل هذا الترتيب يكون. هذا فيما يخص التمارين الخاصة بالكرة.